السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. كيفما ديما انا وعدتكم انني كندير لكم التجميل، والام ديالي كدير الطبخ. بما انني انا كندير الخلطات والتجميل، اليوم انا في مركز التجميل في اضنا. صراحه خدمتهم رائعه، حتى انه قريب البيت ديالنا، اسعاره معقوله واخا غالي شويه، ولكن يعني الخدمه كل ما كتكون متقونه كيكون الثمن زاد. المهم هذا هو المركز. كنت من انكم تكملوا الفيديو للاخر، حيت يعني بزاف ديال الناس كيعجبهم انهم يشوفوا اللحظات ويشوفوا المركز كله. غادي نصوروا لهم، بقاو لاخر الفيديو. واللي بغى يجي لمدينه اضنا طبعا في يوم من الايام، ولا جيتوا لهذا المركز اكيد غادي يديروا لكم سعر خاص تحت التوصية ديالتنا ان شاء الله. اكيد مرحبا بكم في اضنا، في مدينه اضنا قبل كل شيء ان شاء الله. ولا جيتوا جوا عندي انا اكيد، وبقاو معايا لاخر الفيديو. ما تنساوش ديما ديروا لي التعليقات اللي انا كنتسناها منكم، باش يعني اقتراحات ندير لكم فيديوهات اكثر واكثر. وديما باقا ما داش الجرس، تضغط عليه باش يوصلها كل جديد. كملوا معايا الفيديو الاخر. وهذا هو مركز ديال التجميل كيف ما كتشوفوا. هذا هو البلاصه ديال الانتظار، يعني قاعه الانتظار. وهنايا الادويه ومستحضرات التجميل طبعا اللي بغى الواحد يشريهم، ديري لهم اشهار. وهذا كيف ما كتشوفوا هنا فين كنجلسوا، كنتظروا الدور ديالنا. انا بغيت صراحه نصور لكم كل شيء، لهذا كنتقل شويه الكاميرا باش يبان لكم كل شيء بوضوح تام. ودابا غادي نمشيو للقاء، يعني فين كنديروا نتواياج، هي القاعة او الغرفة ديال النتواياج، مريحة جدا وهادئة. طبعا هنا كيديروا كذلك اشياء متعلقة بالتجاعيد، هنا كيديروا يعني بزاف ديال الاشياء، ولكن من ضمنهم كيديروا النتواياج اللي انا عرفته حضرناه مرة انا والاخت ديالي. هاد البلاصة هو المكتب ديال المسؤولة، يعني ديال صاحبة المركز اكيد. ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم، ولكن انا بغيت نصور لكم المركز كله صراحة، باش يعني توصلكم فكرة كيفاش دايرين مراكز التجميل في تركيا. وهنا هاد القاعات كاينين قاعتين، يعني غرفتين عفوا. صورت لكم حتى حتى الديكورات. هاد البلاصه ديال ليزر، كيديروا فيها الليزر، هذه هي الماكينه ديال الليزر، مازال غادي نهضر لكم عليها. المهم وهذه بلاصه ديال كيديروا فيها الرموش، حتى كيديروا فيها الحواجب، حتى ما عرفتوا الحواجب ولاو كيلصقوهم او كيزرعوهم، وكيديروا فيهم بعض الاشياء انا ما عارفهم الصراحه. وهاد البلاصه ديال المساج كيف ما تشوفوها دايرينها بهاد الاضاءه خافته. وهنا كيديروا المساج بحال هكا بهذا الشكل، حتى هي صورتها لكم، كتحسوا بالهدوء وبهذا الضوء كيجيب لكم النعاس. ومشيو دابا، هذا هو الدخله ديال المركز. شوفوا الديكورات، ثم صورتها لي صورتهم لكم، صورت لكم الديكورات. وهذا هو المكتب استقبال، وثم كاينه الكوزينه مشتو. وهذا كيف ما قلت لكم غادي نهضر لكم على الاله ديال الليزر، تتكون بهذا الشكل الكبيره، حتى انكم لو بغيتوا تشريوها في محلات يعني اخرى ديال شخص او شخصين كتكون صغيره طبعا، ولكن هذه ديال المراكز ديال التجميل. واحسن حاجه الصراحه للشعر الزائد هو الليزر. وهذه البلاصه هي بالكون، ومصايبينو مصايبين فيه جلسه على مطله على الشارع العام، يعني مطله على الشارع، صراحه جلسه زوينه بزاف هادئه. كيشربوا حتى قهوه تركيه، ودابا غادي نوريكم نيس اننا غادي نشربوا القهوه التركيه بامتياز. دائما كيضيفونا يا شاي يا قهوه من العدد ديال الاتراك. وهذه هي القهوه التركيه حنا كنشربوها، وطبعا كيجيبوا معاها الماء، معروفه من العدد ديال الاتراك يجيبوا لك الماء مع القهوه، حتى هو صورته.
وطبعا ما ننساش نصور لكم اللبسات ديالي انا والاخت ديالي. وهذه انا ضروري من اللبس نوريه لكم. وصلنا الى نهايه الفيديو، كنتمنى يعجبكم وما تنساوش الاشتراك والتعليقات اللي كنوصيكم عليها ديما باش المقدمه مستمره معاكم. وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو ديال اليوم، وشكرا على المتابعه. باي باي.